الحمد لله كشركة اندستريال جينا لجيتكس اللي هو مؤتمر مشهور في لي او تكنولوجي في لينوفاسيون انفورماتيك اكسيتيرا. حنا وني ستارت اب اندستريال تاع حنايا بالمايند سيت بالفكره ديسربتيف حل في الاندستري، عليها حنا يعني الحمد لله جينا لهذا المهرجان والناس مفتخرين بنا كيشوفوا المنتوج المغربي كيفاش ممكن يتصمم كيفاش تصنع، كيسالونا كنجاوبوهم كيشوفوا شنو هي هاد الكفاءات العاليه اللي في المغرب ما بين حيت تقريبا 250 شركه اللي كيخدموا في قطاع السيار اللي هنايا كونستيتيو ليكوسيستيم اوتوموبيل. والحمد لله هنا في جي تكس اللي جا شافنا اللي جا شاف السياره قاسها شاف بان هادشي حقيقي وماشي غير خيالي وماشي بروتوتيب راه فيكول رولون، والناس مفتخرين والناس باغيين يشريو داو معنا لي ريزرفاسيون. اولا الشعور ديالنا الاول اللي كان كبير اللي هو هيستوريك تاريخي عندنا هو 15 ماي 2023 اللي هو ولا عقد ازدياد ديالنا ديال نيو موتور، عيد ميلاد ديالنا هي الشرف الملكي اللي دار لنا سيدنا الله ينصرو واستقبلنا وكرمنا وشرفنا ودارنا الانطلاق ديال السياره المغربيه. وهذا الانطلاق من طرف سيدنا الله ينصرو خلى المغاربه كاملين يعتبروا هذه السياره ديالهم دارت ليهم للموبيليتي ديالهم باش يقدوا يبداو يخدموا يسافروا ويخرجوا عائلتهم. وحنا حاولنا ما يمكن نخرجوا سياره اللي تكون كل شيء قد يكتسبها ما بين 17 مليون و 19 مليون ولكن بجوده عاليه، ما كانش ممكن نكونوا اخفض من هذا السعر حيت الاثمنه غلاو ديال راكم عارفين لي ماتيغ بروميير وكل شيء. مي الحمد لله مالغري صار عندنا طلب كبير ورغبه كبيره من المغاربه اللي جاوا هنايا وبداو يبارطاجيو في لي ريزو سوسيو. والحمد لله راه غوسوا في لينكدين في انستغرام كيقول لك كيمكننا نشريو كيفاش يمكننا نديروا ريزيرفاسيون، وتطلب من على برا من افريقيا ومن المغاربه اللي ساكنين في اوروبا ولا جاوا عندنا هنايا مغاربه ساكنين في تورونتو في بوسطن كيقول لك انا غنشريها ونديها لتما، واش عندكم الاوراق اللي يمكن لهم يخليونا نمشيو؟ جاوبناهم ياه، حيت دوزنا لي تيست في اوروبا اللي كيخلناو غدا يمكن نبيعوا السياره على برا. والحمد لله راه نحاولوا ما يمكن ان نكونوا على حسن الظن ونفرحوا المغاربه بسيارتهم. الوغ حنايا دابا غنكونوا في لافاز ديال بخي سيغي هو الانطلاق، الانطلاق كيكون واحد الكادونس اندستريال ضعيفه حيت كتبدا وكدير توت لي فاليداسيون دو بروسيسوس دو برودكسيون. اولا فاش كتسالي هاد لابارتي كدوز لا اوت سيغي، لا اوت سيغي بالنسبه لنا هي ما بين غنشوفوا ما بين 300 سياره ل 500 سياره شهريا. هي كاباسيتي ديال تقريبا 5000 في العام، وان شاء الله نتمنى نقدروا نوصلوا لها حيت كنشوفوا بان اليوم الطلب كاين وما بغيناش نتسرعوا وما غنتسرعوش حيت هذا سياره ما يمكنناش نتسرعوا باش غير نبيعوا، لا خصنا نكونوا مأكدين كو لا كادونس كتطلع كنحترموا البروسيس. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.